هذه وقفة كتنظمها هيئة المتابعة ديال التوصيات المناظرة الوطنية حول انتهاك الجسيمة حقوق الإنسان اللي تنظمت في 2001، وهاد اللجنة كل سنة كتحيي يوم الوطني المختطف اللي هو الذكرى ديال اغتيال واستشهاد الشهيد مهدي بمركا، وأيضا اختطاف واغتيال الشهيد المنوزي الحسين المنوزي، وهذه مناسبة لتذكير جميع الشهداء ديال المغرب، ديال الشعب المغربي، وأيضا للمزيد من مطالبة بالحقيقة في مختلف ملفات المختطفين، لأن أكثر من 70 حالة ديال المختطفين لليوم الدولة كترفض تعطي فيها أي معلومات، وطبعا على رأسها القضية ديال الشهيد مهدي بمركا اللي النظام المغربي متورط في اغتياله، في اختطافه واغتياله، وكل شيء كيعرف هذا الشيء وعنده جميع المعطيات، لا هو لا بالنسبة للمختطفين كاملين، ولكن كترفض الدولة باش تجلي الحقيقة على هذا، يتم إجلاء الحقيقة ويتم كذلك طبعا العدالة في هذه القضية، في كل قضايا المختطفين. حنا اليوم كنوقفوا مرة عدة سنوات على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكيتبين بأنه نقدر نقولوا بأن هاد التوصيات يعني ماتت، لأن لا وجود لأي إرادة سياسية عند الدولة باش تنفذها، هي اللي دارتها وهي اللي علنت عليها، ولكن ترفض يعني تنفيذها بما فيها مسألة ديال الحقيقة الكاملة. المنوزي عبد الكريم أخ المختطف المنوزي حسين اللي تم الاختطاف ديالو من تونس 29 اكتوبر 72، الان 51 سنه مضت على ذلك. هذه وقفه اللي رمزيه اللي كنقوموا بها كل سنه، اللي كانت وقفه اللي كتهم الاختفاء القسري بالطبع، وبالخصوص هذا اليوم، يوم اللي تم الاختطاف ديال الشهيد المهدي بن بركه في 29 اكتوبر بباريس، وكذلك اختطاف الاخ ديالي المنوزي حسين 29 اكتوبر 72، يعني 7 سنوات. هذا شهر اكتوبر شهر دموي اللي معروف بالاختطافات السياسيه والاغتيالات، واللي هذه في هذه المناسبه هذه كذلك نداء من جديد من اجل اجلاء الحقيقه حول هذه الملفات ديال الحسين والشهيد المهدي بمركا، ولكن كذلك كل ملفات الاختفاء القسري، ومن اجل حل عادل وشامل في المجالات الحقوقيه اللي كتهم هذا الاطار ديال الاختفاء القسري والاعتقال السياسي. اليوم 29 اكتوبر اللي بالنسبة لنا نعتبروه يوم وطني للمختطف، حيث في 29 أكتوبر 65 اختطف عريس الشهداء المهدي بن بركة من طرف عملاء المخابرات المغربية بالتعاون مع عملاء المخابرات الفرنسية والصهيونية والأمريكية، اللي تعاونوا على ضد هذا القائد الفد القائد العالمي اللي كان كيسعى إلى توحيد شعوب العالم الثالث لمواجهة الإمبريالية. وفي نفس تقريبا التوقيت بعدو بخمس سنوات أو ست سنوات تتختطف كذلك أحد رموز النضال المختطف اللي باقي مجهول المصير، الحسين المنوزي. إذا بالنسبة لنا 29 أكتوبر يعتبر رمز، يعتبر يوم وطني من أجل الاحتفاء بتخليد شهداء الاختطاف والاختفاء القسري اللي يعدون في المغرب بالمئات. وتأتي هذه الذكرى اليوم لنقول على أن هذه أن الذاكرة المغربية ستظل وفية للمهدي بن بركة، وفية للحسين المنوزي، وفية لعمر بن جلون، وفية لرحال، وفية لجميع الشهداء سواء اللي ذكرنا اسمهم أو اللي ما ذكرناش. سيبقى الشعب المغربي وفي لهم، وهذه الذكرى ستبقى جزء من تاريخنا ولن ننساها أبدا، وسنظل نخلدها كل سنة لتذكير الشباب على أن المغرب قدم شهداء من أجل الحرية، من أجل الديمقراطية، ومن أجل بناء مجتمع ووطن يتسع للجميع ويقبل الاختلاف والنقاش.